السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور أحمد عبد الوهاب. النهاردة إن شاء الله we will talk about a very important topic in SAT، اللي هو إيه السورسز اللي نذاكر منها للـ SAT writing. ده سؤال أنا بتسأله كتير جدا، and إن شاء الله we will try to answer it together now إن شاء الله. أوكي؟ طيب، قبل ما نبدأ نتكلم على السورسز اللي بنذاكر منها الـ SAT، حابب أقول لكم إنه إحنا بما إن إحنا في عندنا students بيعتمدوا على self learning أو المذاكرة الذاتية، while other students بيعتمدوا على الكورسز، حابب أوجه رسالة صغنونة للـ students اللي بياخدوا courses إنه I definitely recommend that you ask your teacher for which books complement his style of teaching the most. كل teacher بيكون عنده points، بيبقى عنده يعني weaknesses في طريقة الشرح، بيبقى عارف ايه الكتب اللي ممكن تعالج ال weaknesses دي. فلو انت بتاخد course be sure انك تسأل teacher بتاعك ايه احسن source يعالج المشاكل دي. اوكي؟ طيب، بالنسبة بقى كلام هنقوله دلوقتي بالنسبة للاتنين، احنا عامة ال SAT writing فيه 3 points لازم نعرفهم كويس جدا عشان نجيب score كويس. اول حاجة لازم نكون عارفين ال grammatical rules اللي الاكزام بيسأل عليها، دي step number one. step number two، لازم نعمل practice as much as possible، والpractice بتاعك صحيح لازم يكون في correction of mistakes. تمام؟ ما ينفعش الpractice بتاعك يكون random practice كده، مجرد بس انك بتشوف جبت كام سؤال صح وكام سؤال غلط. لا، لازم ان الاسئلة اللي انت بتجيبها غلط تعرف تصحيحها ايه وجات في انهي lesson وازاي تتجنب الغلطة دي المرة الجاية. وتالت حاجة، لازم تحاول وانت بتشتغل انك to collect as much tips and tricks as possible. اوكي؟ عشان tips and tricks بتساعدك في انك انت تحل the maximum number او the maximum number of questions in the shortest time possible. تمام؟ طيب، تعالوا بقى نبدأ نتكلم على كل واحدة من دول. بالنسبة للrules، في two books المشهورين جدا يمكن كل الناس سمعت عنهم، اللي هم College Panda و Erica Meltzer. طيب، أنا كأحمد أريكومند أنهي؟ بصراحة I would recommend College Panda. Okay؟ College Panda is an amazing book. ميزته إن هو معمول للanguage beginners، تمام؟ الناس اللي هي يعني برضو الانجليش بتاعها مش كويس جدا، فطريقته في الشرح بتكون simpler than Erica's method، وهو أصلا ككتاب is shorter than Erica. تمام؟ وي ات ذا سيم تايم هو بيفوكس اكتر على الرولز، وبالنسبه بالذات للبيجنرز في الاس اي تي الرولز بتكون مهمه جدا في الاول. اوكي؟ لحد ما نفهم الهانج اوف ذا كويستشنز والهانج اوف ذا لانجويج وكده يعني. طيب، لو انا خلصت كتاب كوليدج باندا ولسه حاسس ان في سام سورت اوف ديفكت، يو كان موف اون تو ايه؟ تو اريكا ميلتسر. ميزته ان هو بيشرح سام لسنز ان جريتر ديتيلز او ان مور ديتيلز، ف ده هيفيدك لو انت مثلا في lesson كنت الطريقة السيمبل دي ما فهمتكش lesson كويس قوي. وميزته ان هو بيفوكس اكتر على ال question types والسيناريوز اللي هتيجي في الامتحان. اوكي؟ فتاني هتبدأ بcollege panda، ولو حسيت الدنيا ان في مثلا lesson محتاج انك تفهمه اكتر او بطريقة اوضح، move on to Erica Meltzer. اوكي؟ طيب، بالنسبة بقى للpractice، احنا عندنا two main sources بالنسبة للرايتنج، اللي هما كتاب الأوفيشيال سات والبريفيوس ريل سات تيستس. I would not recommend إن أو I usually don't recommend خالص إنك أنت تحل من سورس غير دول. أنت عايز حاجة تكون قريبة للامتحان as much as possible، فدول أقرب حاجة للامتحان. أوكي؟ كتاب الأوفيشيال سات اللي هي الامتحانات أصلا البراكتس تيستس اللي الكوليدج بورد منزلاها، والبريفيوس ريل سات تيستس اللي هي أصلا الامتحانات اللي جت السنين اللي فاتت. حل دول، ما تحلش بقى مثلا كتب زي بارونز او كتاب زي كابلن. الكتب دي بصراحه ما انصحش بيها لانها بتبقى مختلفه عن ايه، عن الامتحان شويه. اوكي؟ طيب، في الريدنج احب، بس في الريدنج مش في الرايتنج بصراحه، احب ان انا اضيف لك كان اكاديمي. كان اكاديمي ميزته ان هو متقسم الباسج بتاعته في الريدنج متقسمه ليفلز، فاحنا اصلا اغلبنا عنده مشكله في الريدنج، فانك تبدا بليفل قليل وتاسند في الديفيكولتي لحد ما توصل لاكبر حاجه ديفينتلي هيفيدك جدا. طيب، بالنسبة بقى لحتة التيبس اند تريكس، هي مشكلتها ان ملهاش كتاب يونيفورم، يعني عشان التيبس والتريكس دي حاجة سبجكتيف، ممكن انا كتيتشر اخد بالي من حاجات معينة تيتشر تاني مثلا ما ياخدش باله منها او كده. ولكن اكتر سورس انا اقدر اريكومند في حتة التيبس اند تريكس هو كتاب البلاك بوك. الكتاب ده بيحطك بالظبط مكان التست ميكرز، بيقولك التست ميكر بيفكر ازاي وهو بيحط الامتحان، فانت كستودنت ازاي تعرف تفكر زيه.
وطبعا لو انت عايز as much tips and tricks as possible فاليوتيوب channel بتاعتنا ده عليها يعني tips and tricks كتيرة جدا، وبتبقى updated weekly وsometimes اكتر من مرة في الاسبوع كمان. فانصحكم انكم تعملوا لها subscribe، like this video subscribe، ولو حضرتك ما فهمتش اي حاجة عندك اي question comment. نشوفكم على خير قريب ان شاء الله، واتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. السلام عليكم.